اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين. خلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مشيدا معاليه بالدور الهام الذي تطلع به المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتعزيز العمل الإسلامي المشترك ليكون قادرا على مواجهة التحديات والأزمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، منوها معاليه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في تطوير أداء المنظمة والارتقاء بها من أجل تحقيق المزيد من التنمية والرخاء للدول والشعوب الإسلامية، وتمنيا معاليه للمنظمة المزيد من التقدم والنجاح. من جانبه أعرب معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثمين عن اعتزازه بالاجتماع مع معالي وزير الخارجية وتبادل الرؤى والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديره للدور المهم لمملكة البحرين في تقوية أطر التنسيق المشترك بين الدول الإسلامية في مختلف المحافل إرساء للأمن والسلم في المنطقة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.